السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هاني الليلي. هنتكلم عن ديليجيشن ادمنستريتيف. تمام، القصة دي احنا شرحناها قبل كده في فيديو قبل كده الديليجيشن، بس كان في الفيديو لو انا اليوزر عاوز يعمل ديليجيشن على اويو معين، فبنقول يخش على جهاز السيرفر ويعمل يخش باليوزر بتاعه ويشتغل ويعمل هو عاوز يعمله. بس في فيديو نزل شرح، في ديستركتور نزل شرح في الجزئية دي، فقال لك طب انا ليه اوجع دماغي واخليه يشتغل على الجهاز السيرفر او اللي بيلعب المكنة بتلعب الاكتف دايركتري. فقال لك لا، اليوزر ده ما ينفعش يبقى موجود، هو ما ينفعش يبقى شغال على الجهاز اللي في السيرفر الا الادمنستريتور لو في مشكله، عشان ما يعملش عمليه بطء في الايه بالنسبه لايه الشبكه. طيب عشان اعمل كده، قال لك انا هخليه يشتغل على المكنه او الجهاز دي، شو جهاز الكلاينت اللي هو بيقعد عليه يعمل هو عاوز يعمله على جهاز هو خاص بيه، هو ما يجيش عند الجهاز بتاع الايه الجهاز اللي عليه السيرفر او اللي هو محطوط عليه الاكتيف دايركتري. طيب انت هتعمل ايه؟ قالك اول خطوة بالنسبة لجهاز السيرفر هعمل فيه خطوة، وجهاز الكلاينت هعمل فيه برضو خطوة. طيب انت عاوز تعمل ايه في جهاز السيرفر؟ قال لك انا عاوز اقول لجهاز السيرفر اليوزر اللي هيخش ده هيخش يعمل ايه. طيب بمعنى عاوز افهم اكتر، بمعنى انا دلوقتي عاوز افتح قائمة تولز واقول له اكتف دايركتري يوزر عندي كمبيوتر بالجهاز السيرفر. هيفتح دلوقتي معانا بس طبعا تمام. ففي عندي جهاز الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر اللي هو ويندوز 7 اللي هو ويندوز كلاينت ده اللي هيشتغل ده ايه ده ال ده اللي هو الراجل اللي هيقوم بإضافة اليوزر او هيعمل ريسيت للباسورد هيشتغل بيشتغل على الجهاز ده. فبعمل رايت كليك عليه واقول له مانج. بعد ما اختار مانج هيفتح عندي تمام كمبيوتر مانجمنت. في عندي لوكال يوزر عندي كمبيوتر، عندي يوزر اللي هو اللوكال ادمنستريتور وجست وهاني. في عندي جروب، خش احنا بقى جروبس، هنقول في عندي جروبس اسمها ادمنستريتور ونقوم ضايفينه. طبعا انا هشيله خالص عشان ايه نعمله احنا بنقول دي، واقول له هنا اد واكتب هنا اسم اليوزر. هو هنا داخلين بيوزر اسمه مونا، مونا ده اللي هو اليوزر اللي بيشتغل على جهاز الكلاينت اللي انا مش عاوز يقعد على جهازي. فبكتب حرف الام ام او وقال له تشيك نيمز، قال لي مونا اليدي دوت كوم وادوس اوكي. ظهر هنا عندي الاليدي، عندي هنا مونا اليدي اد دوت كوم وادوس اوكي. تمام عشان يشتغل على الجهاز. طيب ماشي. قال لك طب ما يخش اليوزر ده على الجهاز اللي اسمه محمد وهيفتح وهيشوف الاكتف دايركتري ده هيعمل ايه؟ قال لي انا هعمل عملية حاجة اسمها ديليجيت. تمام طبعا انا عملتها، فحاول ايه اشيلها عشان ايه اعملها تاني يعني. تمام وادمه اوكي. هعمل ايه بقى؟ انا خليك ما شايف، هعمل لغاية كليك واقول له ديليجيت كنترول واقول له نيكست واقول له اد واكتب هنا ام برضو ام او واقول له تشيك نيم وادوس اوكي. هو هيعمل ايه؟ كريت ديليت اند مانج يوزر اكونت. يبقى هو هيعمل ايه؟ ديليجيت، هو الراجل ده اللي هيخش
او اليوزر ده هيخش يعمل ايه، هيعمل كرييت وديليت ومانج لليوزر اكاونت اللي بالنسبه للاو يو الاي تي اللي عليه دي. تمام، عليه دي بس مالكش دعوه باي او يو تاني او كونتينر. ادوس نيكست وادوس فينيش. يبقى اليوزر اللي اسمها منى من حقها تضيف وتحذف، تعمل مانج زي ما هي عاوزه بالنسبه لليوزر اللي موجود فين، في الاي تي في الاو يو اللي اسمها اي تي اليدي. تمام. طيب انا كده بالنسبه للسفر كده، انت فيها عاوز منه حاجه؟ لا انا كده الراجل ده كده شكرا. بالنسبه للسفر كده انا مش عاوز منه اي حاجه كده، خلاص انت. في الجهاز بقى كلاينت، قال لك الجهاز الكلاينت لازم تنزل تولز. تمام، ريموت ادمنستريتف تولز، دي تولز هتنزلها من عطاء النت. طب دي بتنزل ازاي؟ تعال نشوف. انا فتحت موقع جوجل وكتبت داونلود ريموت ادمنستريتف تولز ويندوز 7، فتح لي ويب سايت اهو مايكروسوفت واعمل رايت كليك واقول اوبن نيو ويندو. تمام، هو فتح لي الصفحه، بيقول لي انت هتعمل داونلود. اه هعمل داونلود. هتختار انت عاوز 64 ولا 86، على حسب بقى 32 بت ولا 64 بت. انا 64 بت، فبختار اول اختيار واقول له ايه نيكست، هي مساحة 239، واقول له نيكست. هو اوتوماتيك هيعمل عملية داونلود. تمام، بعد ما يعمل ده هو يقعد قاعد يعمل داونلود على 800، بس انا منزلها قبل كده، فبقول له لا انا مش عاوز تنزل، انا خلاص عندي. اقول له كنسل، هي موجودة عندي، واخدها اعمل رايت كليك واعمل كوبي، وبعد كده اقوم رايح فين على المكان واعمل رايت كليك واقول له ايه بيست. تمام، اللي كده انت كده تمام. طيب انت لو انت راجل شغال على جهاز ويندوز 7 كلاينت، لو فتحت تو ستارت وفتحت، طبعا انا لاحظت هنا في حاجه اكتب دايركت يوزر عند الكمبيوتر، المفروض دي مش موجوده. انا ويندوز 7 ويندوز كلاينت عادي، مش ويندوز سيرفر. فقال لي طيب هنقول هتفتح هنا كنترول بانل وتقول له اكتف دايركتري، سوري هتقول له ادمنستريتيف تولز. لاحظ هنا اللي هو ظاهر عندي الاكتف دايركتري. تمام، الله الكلام ده مش موجود. انا من الاول هنا ثواني بنحدد، تمام، انا كل ده مش عندي، كل ده مش عندي، مش موجود عندي. انا لو فتحت، انت فتحت، انا اللي سطبتها. طب انت عملت ايه؟ قال لك انا عملت حاجة واحدة. عملت ايه؟ قلت عملت ايه ثواني، دبل كيك عليها على الملف اللي انا نزلته من عطاء النت. طبعا انت بتنزله من عطاء مايكروسوفت وما تاخدوش من اي حد، خده من موقع مايكروسوفت، هو بيقول لك اوريدي موجود. تمام، بعد ما بيتعمل تسطيب بيجي في الاخر لايسنس ويقول لك اللي هو اوكي والكلام ده كله. تمام، طبعا انا لازم اشيلها واحطها تاني من اول جديد. طيب تعالى كده نشوف، احنا نشرح كانها نزلت، مش كانها هي نزلت، بس انت ما شفتش الخطوات. هي خطوه واحده بس. فاحنا هنخش هنا على كنترول بانل. تمام، هنقول هنا في عندي بروجرامز اند فيتشرز، في هنا عندي تيرن ويندوز فيتشرز اون اور اوف، ادوس كليك عليه. طبعا هيظهر عندي هنا دايلوج بوكس كده بسيط، قصدي مش بسيط، صغير. فعندي هنا في عندي حاجه ظهرت عندي اسمها ريموت، اهي ريموت سيرفر ادمنستريتف. هنا طبعا في هنا فيتشر فيتشرز سوري فيتشر ادمنستريتف تولز. طبعا دي كل دي الحاجات اللي موجوده فين، في الاكتف دايركتي اللي هتتلاقي ايه في اللي هي ايه في الاكتف دايركتي. طبعا زي ما انت عاوز سوري في المانج، انت عاوز تعمل اد رولز او اد ايه فيتشرز. تمام، دي موجوده بقى، اتظهرت هنا تولز.
خلي بالك لو انت فتحت الجهاز من غير ما تسطب التولز دي مش هتلاقيها موجودة اصلا، يعني ده اصلا مش هتلاقيها موجودة. تمام، قال لي كده تمام. طبعا دي هتظهر بعد ما انت تعمل للملف اللي هو بره ده تعمل له انستول. لو ما عملتوش انستول كل ده مش هتلاقي، مش كل اللي قدام يعني، بتكلم على دي موجود صرف ادمنستريتيف تولز. تمام، فافتحها واختار من هنا عندي رولز ادمنستريتيف تولز، واختار من هنا اي دي دي اس اند اي دي ال دي اس. تمام، هختار هنا الاكتف دايركتري واختار التولز واختار اي دي، كل ده هختار. تمام، طبعا في عندي دي اتش سي بي سيرفر ودي ان اس، طبعا انا مش عاوز كل ده، انا عاوز بس حاجه معينه. خلاص، وادوس ايه اوكي. بعد ما ادوس اوكي هيخلص الاخر. عاوز تعمل ستارت اعمل ستارت، احسن اعمل ستارت. تمام، بعد ما تعمل انت ستارت هتفتح هنا ستارت، هتلاقي مكتوب اكتف دايتي يوزر دوكمنت. طبعا لو مش عارف تجيبها هتخش على كنترول بانل وتقول له ايه ادمنستريتيف تولز، هنا هختار ايه اكتف دايتي يوزر دوكمنت، هيفتح. الله، مش هي دي نفس اللي موجوده هناك في الـ في الاكتف داي في الويندوز سيرفر؟ هو انا عملت لك كوبي ليها. تمام، بس مالكش حق الا تعمل حاجة واحدة بس، مش تقعد تعمل كل حاجة، لا انت ليك حاجة تعملها بس، اللي انت تعمل ايه يوزر فين في الاي تي ال دي. طب انا عاوز انشئ يوزر هنسميه مثلا وليكن خالد، فهنعمل رايت كليك وهنقول له هنا نيو في يوزر ونكتب خالد. تمام، بعد ما كتبت هنا خالد نكتبه هنا تحت معلش تاني نخلص، وندوس نيكس وندي له هنا الباسورد بتاعنا الجميل. انا عن نفسي بثبت الباسورد عشان انا بنسى، لو قعدت كل يوزر اديله باسورد انا هنسى، ده كتير. انا بالنسبه لي عشان ايه بستخدمه شرح واقول له ايه نيكست واقول له فينش اليوزر اتنشن. انا فين يا جماعه؟ على ويندوز 7. ويندوز ايه؟ ويندوز 7. ويندوز 7 يا جماعه، انا على ويندوز 7 اضفت يوزر، بس مين اللي قال له الصلاحيه دي؟ الادمنستريتور. الادمنستريتور هو اللي عمل كل ده بالجهاز السيرفر عشان الراجل ده يعمل يوزر بس من غير ما يقعد على المكنه بتاعتي خالص. تمام، احنا شفنا دلوقتي ان اليوزر ده عمل ايه. خلاص، قبل انا وفقت، انا عملت الاستول وسطبت وقيتلكم التولز ازاي بتنزل والكلام ده كله. خلاص، لو عاوز تشيلها ممكن تشيل التولز دي ونحطها من جديد، يعني نعملها. يعني انا لغاية الفيديو لغاية كده انتوا كده 13 دقيقة. تمام، تعالى بقى نشوف نشيلها بقى، والناس عاوزة تشوف تتعمل ازاي. تعالى بروجرام فيتشر طبعا هنروح هنا، بس هي التولز نفسها هتبقى موجودة، بس هي ايه، لا هي التولز مش يعني تعالى ريموت فين شيل علامة الصح هي خلاص، بس هي لو شلتها هيشيل الاكتف دايركتري وهنزله تاني، بس هي المفروض في الاصل، في الاصل دي ما كانتش بتبقى موجودة اصلا، دي مش موجودة اصلا في الاصل. يعني ريموت سيرفر ادمنستريشن تولز دي مش موجوده، دي ما بتبقاش موجوده، انا اللي نزلتها يعني كبلد بالبلود دي ما كانتش بتبقى موجوده دي، فعشان تبقى موجوده لازم تنزل ايه، لازم تجيب التولز دي وتعملها انستول. جربوها ولو في اي مشكله عرفوني وانا هكلمك فيكم تاني، بس هي يعني تصبها حاجه بسيطه. تعالى كده نجربها على حتى المكنه اللوكال اللي انا شغال عليها، مش على المكنة الماشين، تعالى نخربها مع المكنة اللي انا شغال عليها اهو. اوبن تعالى كده، المفروض انا سطبتها، بس المفروض يعني سوري انا فهمت ليه هي مش عاوزة تسطب، فهمت خلاص سوري انا بنزلتها يا جماعة.
نزلتها عشان انا ايه، عشان ما حدش يفتكر ان انا بضحك عليه. الهارد كيك بروفيتس، هي التولز دي نازله. لو احنا فكرنا في الموقع والويب سايت، كانت نازله ويندوز ايه 7، تمام. انت بقى ممكن تبحث لو انت شغال على ويندوز ايه 10، نازل على ويندوز، انا شغال على ويندوز، فالتولز دي مش هتشتغل عندي على الماكينه الاصلي، لازم اسيت اب ماكينه تاني. طبعا ده ايه هياخد وقت طويل، تمام، بس انتوا جربوها وان شاء الله ان شاء الله هتشتغل معاكم، وهتشوفها وهي بتجرب معاك وهتلاقيها واضحة وسهلة وبسيطة، تمام. لسه في جزئية هنكملها بس المحاضرة الجاية ان شاء الله. وطبعا احنا كل ده في الديليجيشن، ده هي الديليجيشن ده من اول من اول فيديو نفسه كان خلص، بس احنا انا لقيت الفيديو ده فيه اللي استخدمته شرح الجزئية دي، فانا قلت باخدها واحطها عندي لاني كفكرة كويسة، تمام، وهتستنفع منها في الشغل اللي معاك، تمام. طبعا انا هنكمل في فيديو تاني ان شاء الله جزئية تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.